اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية الاختصار في أركان الصلاة، وقلنا قبل ذلك بأن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاد وهيئات، وقلنا بأن الأركان هي الأجزاء التي لا توجد الصلاة ولا تتحقق إلا بها، الأبعاد هي السنن التي إذا تركت سجد للسهو بسبب تركها، وأن الهيئة سنة لا يجبر تركها بسجود سهو. هذا ما قلناه قبل ذلك ولا نتوانى عن تكراره إن شاء الله حتى تثبت المنظومة الفقهية في الصلاة في العقلية، أي عقلية طالب العلم. وما زلنا نتكلم على أركان الصلاة، وقلنا بأن الصلاة على ما ذكره أبو شجاع في غاية الاختصار 18 ركنا، وذكرنا جملة من هذه الأركان، فذكرنا منها تكبيرة الإحرام، ثم ذكرنا بعد معها النية، ثم ذكرنا بعد ذلك قراءة القيام، ثم بعد ذلك ذكرنا قراءة الفاتحة، وقلنا بأن قراءة الفاتحة ركن من الأركان سواء كان المصلي منفردا أو كان إماما أو كان مأموما. إمام مأموم منفرد عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، لأن النصوص التي فهمها الإمام الشافعي دلت على ركنية الفاتحة، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث حمل الشافعي رضي الله تعالى عنه هذا النص أي الدليل من السنة على نفي الصحة، أي لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، فرأى الشافعي أن الصلاة متوقفة عليها، لكن التوقف أعم من أن يكون توقف شرطي أو توقف جزئي، لكن الشافعي لما وضع الفاتحة على القواعد وأضعها على التعريف وجد أنها ركن لأنها جزء من الصلاة داخل في الصلاة غير خارج عنها. وقلنا قبل ذلك بأن الفرق بين الشرط وبين الركن هو أن الشرط خارج عن الحقيقة والركن داخل في الحقيقة. الشرط يوجد ويستمر إلى نهاية الصلاة، وأما الركن فيوجد وينقطع، وهذا شأن الفاتحة، توجد وتنقطع فتقرأ في الأولى ثم بعد ذلك يركع وهكذا. طيب، وعلماؤنا قالوا بأن الفاتحة واجبة في كل صلاة إلا في صلاة المسبوق، إما أن يكون مسبوقا بكل الصلاة، وإما أن يكون مسبوقا بكل الفاتحة، وإما أن يكون مسبوقا ببعض الفاتحة. فالمسبوق بكل الفاتحة هو الذي لم يدرك مع إمامه شيئا من قراءة الفاتحة بأن أدركه راكعة، أو أدركه ولم يتبقى بعد قراءة تكبيرة الإحرام بينه وبين الإمام قدرا يقرأ فيه ولو بعض آية من الفاتحة، بأن قال الله أكبر فلما انتهى من تكبيره ركع الإمام لكبر الإمام للركوع، فهذا مسبوق، لكنه مسبوق بكل الفاتحة. فالمسبوق بكل الفاتحة أو ببعضها، كان أدرك آية مع الإمام عليه أن يقرأها،
أو أدرك آيتين عليه أن يقرأها أو ثلاث إلى ست آيات، لأن الفاتحة سبع آيات. فالمسبوق الفاتحة ليست في حقه ركن، بل يتحملها عنه إمامه حيث كان الإمام أهلا للتحمل بأن كان الإمام متطهرا، بخلاف ما إذا كان الإمام غير متطهر. طب وكيف يصح الارتباط؟ الارتباط يصح أنني أدخل فأجد إماما أصلي معه، ثم بعد ذلك يخرج من صلاته ويقول أتم يا قوم فإني مثلا قد أحدث، أو يخرج مفارقا ويأتي غيره وهكذا. والعلماء ذكروا أن الفاتحة لها شروط. يعني إيه؟ يعني متى وجدت هذه القيود في الفاتحة صحت ووقعت عن الركن، وإذا لم توجد لم تصح. منها أن يسمع القارئ نفسه حيث كان صحيح السمع، يعني يسمع نفسه بقراءة الفاتحة، ما يقرأهاش كده يحرك لسانه بدون إسماع. إيه ده؟ ده مش قراءة. القراءة لابد أن تسمع نفسك حيث كان سمعك سليما ولم يكن هناك ضوضاء أو ضجيج. فإذا لم تسمع نفسك بأن حركت لسانك ولم يسمع أو لم تسمع آذانك قراءتك فغير معتبرة. زي إيه كده؟ طب دي قراءة أنت سامعينها؟ ده مع مكبر. يبقى لازم كده لو وضعنا مكبر تسمعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سامعين ولا مش سامعين؟ طيب إذا مكبر. لا أنا مش عايزها من غير مكبر، أنا عايزها أولا أن يكون صحيح السمع وأن لا يكون هناك مكبر، وأن يتوقع أنه لو كان صحيح السمع ولم يكن هناك ضوضاء لسمع، وهذا شرط مهم. وأن يرتب القراءة، يعني يقرأ على ما في ترتيب المصحف، يعني ما يقدمش آية على آية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ويكتفي به هكذا. فهذا قد خالف الترتيب، يعني لا يجعل آية مكان آية، عليه أن يقرأ بترتيب المصحف. لماذا؟ قالوا لأن القرآن معجز، ومن إعجازه ترتيبه. ترتيب القرآن معجز، لأن في روابط ما بين الآيات، لو لم توضع كل آية في مكانها لما حصلنا هذه المعاني، لما حصلنا هذا الإعجاز. فالترتيب معجز، ده من عند الله وليس من عند أحد البشر سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا يشترط أن يواليها، يشترط أن يواليها، يعني ألا يفصل بين آياتها بفاصل طويل عرفا، أو بفاصل قصير قصد به قطع القراءة. قال أن يراعي حروفها وتجديداتها. يراعي الحروف يعني أن يأتي بكل حرف ويتأنى في قراءته ولا يتسرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ويحافظ على التشديدات، لأن الحرف المشدد يقوم مقام حرفين، الرحمن الرحيم. وألا يلحن
لحنا يغير المعنى. الذين أنعمت، ما يقولش أنعمت، هو أنت اللي أنعمت؟ ده هو اللي أنعم المخاطب مش المخاطب. فلو قال أنعمت غير المعنى، وما غير به المعنى لا يعتبر من القراءة. فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته، وإن لم يكن متعمدا لا تصح قراءة هذه الكلمة. لا تصح قراءة كلمة أنعمتي. ده عارف لو هو قال أنعمتي ها كافر، هنكفره مش هنعذره. لماذا؟ لأنه إذا قال هذا معتقدا، ومن لأنعمتي سواء أنثى يعني أنعمتا، إذا غير قرأ قراءة تغير المعنى فلا تعتبر هذه القراءة. فإن كان جاهلا أو أخطأ أو سبق لسانه عليه أن يعيد بالقراءة الصحيحة، وإن كان عالما متلاعبا معتقدا فصلاته باطلة. وألا يبدل لفظا بلفظ آخر، ما يبدلش لفظ بلفظ، ما يقولش غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقرأ بالضاء المشالة، اسمها ضاء ايه؟ ضاء مشالة. وأن يقرأ كل آياتها وفيها البسملة، السبع آيات، والبسملة آية مستقلة من الفاتحة، وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية كاملة. وبذلك أخذ الشافعي. طيب، وأن يقرأها بالعربية إن كان يحسنها. فمش يقول لك بقى خلاص بقى اما اسافر ماليزيا ابقى اقرا الفاتحه بالملاوي، عشان يعني البلد عندنا كلهم ما يعرفوش العربيه فنقرا بالملاوي الفاتحه، لا تصح الصلاه. لابد من قراءه الفاتحه باللغه العربيه عند على القادر عليها. لماذا؟ لان القران معجز، واعجازه في لغته، ولا يترجم عنها، يعني ولا يجوز أن يترجم عن الفاتحة، لأن الترجمة تفوت الإعجاز. وأن يوقع الفاتحة بكمالها وتمامها في القيام، يعني مش هو بيهوي كده للركوع يكمل الفاتحة، لا، أو في بدل القيام إن صلى من قعود، أو صلى من اضطجاع، أو صلى وهو مستلقيا، لا بد. ثم قال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة كاملة. وهنا العلماء يقولون بأنها أيضا البسملة آية من كل سورة عدا براءة، فليست الفاتحة آية منها، فليست البسملة آية منها، البسملة آية من كل سورة، وبراءة ليست البسملة آية منها، ليست البسملة آية منها، فليست آية. طيب افرض ان هو اتى بالبسملة في اول براءة،
ما الحكم؟ قالوا مكروه، لأن براءة نزلت بالسيف ولا يوافق ذلك الفاتحة. سيف يعني في قتال، والفاتحة دي البسملة دي فيها رحمة، هي معايا الفاتحة، ده البسملة دي للرحمن الرحيم، والآية وبراءة نزلت بالسيف، فليس هناك موافقة بين براءة وبين بسم الله الرحمن الرحيم، فلذلك ليست منها، ولو قرأها فيها فإنه يكون مكروه، لأن أولها كده براءة من الله ورسوله، ده براءة، يبقى نزلت بالسيف، ده نزلت بشيء لا يناسبه أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة. ولذلك وهكذا قال الإمام علي بن أبي طالب، اللي هو يعني قال عنه رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. طيب، وفي وسط وأثناء التوبة، سورة التوبة، قالوا يسن أن يأتي بالفاتحة، يأتي بالبسملة، معلش يا مسكة معايا في الفاتحة، يسن أن يأتي بالبسملة في الأثناء، لا على أنها منها، ولكن من أجل قراءة القرآن، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر أقطع أجزم، ثلاث روايات، لكنها ليست آية من أول سورة براءة. ثم اختلف العلماء، هل هي آية بتمامها وكمالها أم هي جزء آية؟ الأصح عند أصحابنا الشافعية أنها آية بتمامها وكمالها من كل سورة، ولم تأتي للفصل بين السور، ولو كانت للفصل لكانت بين الأنفال وبين براءة. طيب، والدليل على أنها آية من كل سورة إلا براءة إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بلون المصحف. الصحابة اللي جمعوا المصحف وكتبوه في عهد سيدنا عثمان اتفقوا بالإجماع ألا يثبتوا بين الدفتين إلا ما كان من كتاب الله، وأثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم وتركوها، فدل ذلك بالإجماع على أنها آية من كتاب الله تعالى. إجماع الصحابة. طيب، انتهينا من الفاتحة وما لها وما عليها. قال: والركوع، يعني والخامس من الأركان أن يركع. طيب، الركوع له أقل وله أكمل. والركوع لغة الانحناء، انحنى الرجل أي ركع. وقيل الركوع لغة هو الخضوع، واركعي مع الراكعين، يعني اخضعي، هذا خطاب لسيدتنا مريم، واركعي مع الراكعين. والركوع شرعا أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، أن ينحني. انخناس يعني إيه؟ يعني هو هينزل بركبته ويكسر ركبته كده كسرة بسيطة إلى أن يلمس ركبتيه هكذا. وقيل أن الركوع من خصائص هذه، بدا أقل الركوع. وأما أكمل الركوع فهو أن يركع بحيث يكون ظهره ورأسه كصفيحة واحدة، يعني مستقيم، لو وضعت عليها الماء لا ينصب، هذا أكمل الركوع. القدم تكون هكذا مستقيمة، والظهر مع الرأس يكون مستقيما، وأن ينظر
بعينه إلى محل سجوده. هنقول لسه، يبقى ده أكمل الركوع وهذا هو أقل الركوع. وقال علماؤنا إن الركوع من خصائص أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن الركوع بهذه الصفة التي بيناها لكم في أمة من الأمم. وأما ما ورد من قوله تعالى لسيدتنا مريم واركعي مع الراكعين، فالمقصد بالركوع هنا اخضعي، الخضوع والامتثال والتذلل لله رب العالمين. هذا أقل الركوع وأكمل الركوع بالنسبة لمن أتى به وهو قائم، لأن الصلاة إما أن يأتي بها وهو قائم وإما أن يأتي بها وهو قاعد. فالكمال والتمام والأقل في القيام يختلف عن التمام والكمال والأقل في القعود. وأقل الركوع لقاعد فهو أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه. وأكمل الركوع وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة. يبقى موضع السجود يعني أنا أنزل بجبهتي ولكن لا تمس جبهتي موضع سجودي وإلا كان سجودا. يعني لو نزلت خط كده هو، لو أنزلت خط من جبهتي على ما أمام ركبتي لنزل مستقيما. في أكمل الركوع وأنا قاعد لو أنزلت خطا مستقيما لنزل على محل سجودي من غير ممسة من جبهتي لموضع سجودي. أظن أنا واضح جدا، ما في أوضح من هذا. وأكمل الركوع يشتمل على ثلاثة أشياء، دي زيادة يعني. التسوية يعني تسوية الظهر والعنق، ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقائم، أن يسوي ظهره وعنقه بحيث لو وضعنا مسطرة لكانت مستقيمة على رأسه وظهره. عارفين ميزان المية؟ ميزان الماء الذي يعني انتوا عارفين السيراميك ده اللي في الارض، الرجل وهو يصنعه يأتي بميزان يضعه بين على السيراميك هكذا وبيبقى فيه نقطة كده زي كنقطة الماء. اذا كانت نقطة الماء في وسط الميزان كان مستقيما. بس احنا في شفنا الكلام ده كتير. هذا الميزان لو وضعته على الظهر يكون نقطة الماء في الوسط. إذا كانت نقطة الماء في الوسط دل على أن الظهر مع الرأس خط مستقيم، ده اسمه ميزان مية. فالتسوية فالأكمل من الركوع لابد فيه من ثلاثة أشياء: التسوية والنصب والأخذ. فالأكمل يحتاج إلى ثلاثة أشياء: التسوية يعني أن تسوي ظهرك ورأسك بحيث لو وضعنا ميزان الماء عليهما لكان الميزان مستقيما. يبقى التسوية يعني تسوية ما بين الرأس وما بين الظهر. والنصب يعني أن ينصب ساقيه. إزاي بقى نصب الساق؟ يبقى والنصب يعني هو أن ينصب ساقيه. الساق يكون خط مستقيم. والأخذ يعني أن يأخذ ركبتيه بباطن كفيه، أن يضع باطن كفيه على ركبتيه وكأنه يمسك فيهما أخذ، كأنه شايل ماسك هاجة، مع تفرقة أصابعه تفرقة وسطا كهذه. ما يعملش كده، يبقى كده هو تفرقة وسط، لأن خير الأمور الوسط وديننا دين الوسط. ويكره للمصلي أن يترك الأكمل،
يعني يقتصر على الأقل. اقتصار على الأقل يعني قلة الثواب، الاقتصار على الأقل يعني زهد في الطاعة، والزهد في الطاعة مكروه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتزود، قال وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. طيب الصفحة التي بعدها، لأن احنا عندنا حاجات كتير عايزين نخلص الأركان. والطمأنينة، انتهينا من الركوع هكذا بفضل الله، ركعنا وبعدما ركعنا اعتدلنا. طب احنا عندنا الطمأنينة، يعني أن يطمئن في ركوعه، والطمأنينة ركن من الأركان على ما ذكره الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه، من حيث إنه عد الطمأنينة في محلها الأربع أركانا. وأقل الطمأنينة أن تستقر أعضاؤه راكعا، بحيث ينفصل رفعه عن هويه، يعني ينفصل، ما هو كان راكع يومك هكذا مستقى، يعني هو لا مش كان راكع، احنا بنتكلم على الطمأنينة في الركوع، هو أولا كان واقفا ثم بعد ذلك ركع. ينبغي أن تستقر الأعضاء ثم بعد ذلك يقوم، هذا هو الأقل. ولذلك قالوا الطمأنينة عبارة عن سكون بين حركتين، كان واقفا ها فركع ثم بعد ذلك قام، فهي سكون بين حركتين، حركة من القيام إلى الركوع وحركة من الركوع إلى القيام. ولذلك قالوا هي سكون بين حركتين، تستقر أعضاء، تستقر يعني تثبت لا تتحرك، هذا أقلها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والرفع والاعتدال هو المقصد، ان المعتبر هو الاعتدال. طيب فين متن ابي شجاع؟ والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال، جعل الرفع من الركوع والاعتدال هذا المجموع عنده ركن، الرفع والاعتدال. وعند المحققين من الشافعية يجعلون الاعتدال فقط هو الركن، وأما الرفع من الركوع إلى الاعتدال فهو يعني طريق إلى الركن وليس ركنا. لكن أبو شجاع جعل الرفع والاعتدال مجموع هذين الأمرين هو الركن، لكن الصحيح أن الاعتدال فقط هو الركن. طيب ولذلك قالوا الرفع من الركوع مقدمة للاعتدال، كما أن الهوي من الاعتدال إلى السجود مقدمة للسجود وليس ركنا ولا جزء من الركن. فعبارة أبي شجاع ليست يعني مرضية عند المحققين، ولذلك قالوا كان الأولى حذفها، إني أنا يعني أقوم من الركوع إلى الاعتدال وبعد ذلك أعتدل، يبقى هو ذا الركن. فالركن مشتمل على أمرين، هو الارتفاع من الركوع مع الاعتدال. العلماء قالوا لا، الاعتدال فقط هو الركن، وأما القيام من الركوع إلى الاعتدال فهو طريق للركن، كما أن الهوي من القيام إلى السجود مقدمة للسجود وليس ركنا. والاعتدال على هذا لغة هو الاستقامة والمساواة، اعتدلت أي استقمت، وتساوى يعني بدنك. وشرعا أن يعود
لما كان عليه قبل ركوعه من قيام أو قعود. قبل الركوع كان ماذا يصنع؟ كان واقفا أن يعود هكذا واقفا، كان يصلي من جلوس يعود إلى جلوسه وهكذا. والطمأنينة فيه ركن آخر، يعني الطمأنينة فيه الضمير عائد لإيه بقى؟ عائد للاعتدال، يعني أن يطمئن في اعتداله للأمر بذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم اعتدل حتى تطمئن كذلك. وقلنا بأن الطمأنينة سكون بين حركتين، يعني هو قام من الركوع إلى الاعتدال ثم بعد ذلك ينزل من الاعتدال إلى السجود، فالطمأنينة أن يسكن بين هاتين الحركتين سهلة. الطمأنينة سكون بين حركتين، هذا كلام جميل احفظوه. ثم بعد ذلك السجود، وهي بأن تسأى لغة. السجود هو التطامن والميل، وقيل هو الخضوع والتذلل. سجد لك جسمي وعظمي وشعري وبشري، يعني ايش؟ يعني خضعت وذلت وامتثلت لك. وقيل هو الميل، سجد يعني ماله. وشرعا مباشرة بعض جبهة المصلي، ليس كل الجبهة، الجبهة هذه، هذه هي الجبهة معلومة، جبهة المصلي لا بد وأن تباشر المكان الذي يصلي عليه. ولذلك قالوا السجود شرعا مباشرة جبهة المصلي لما يصلي عليه، تباشره يعني إيه؟ يعني تماسه. والسجود له أقل وله أكمل. قال: وأقل السجود مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده، أن يباشرها يعني إيه؟ خلي بالك يعني إيه مباشرة، يعني لابد وأن يكون بعض الجبهة مباشرا للأرض، لا شيء عليه، تحطش منديل على جبهتك وتسجد على الأرض، ما تحطش إيدك وتسجد على إيدك، لأنك عندك أنفة إن أنت تسجد على أرض مترابة. أما أنت مخلوق من التراب وسوف توارى في التراب، فلما الكبر والتكبر؟ ألا تستحي من الله يا رجل؟ ولذلك ما فيش أمة على وجه الأرض كما سمعنا من شيخنا، فيش أمة على وجه الأرض تسجد إلا هذه الأمة. والسجود ده هو كمال التضرع والخضوع والانصياع والتذلل لله رب العالمين، حيث إن الجبهة التي هي أعلى شيء في الإنسان، والجبهة التي هي محل الثناء ومحل الرفعة، تباشر الأرض التي تطأها الأقدام، وما ذاك إلا تعفيرا للجبين حبا وتذللا وخضوعا لله رب العالمين. جبهة تضع يعني توضع على التراب، كيف يعني بها تختال وكيف بها تتكبر على خلق الله؟ فالصلاة معنى من معاني الخضوع والذلة والتضرع لله سبحانه وتعالى، وينبغي للمصلي وهو يصلي أن يضع هذا المعنى في قلبه، فيتولد من ذلك عبد متواضع، عبد خافض الجناح، عبد لا يرى من نفسه إلا أنه تراب من تراب وإلى تراب، لا يرى من نفسه ولا يرى في نفسه شيئا، يرى أن نفسه هذه أمارة بالسوء وأنه لا يساوي عند الله شيء. ويجب في السجود والاعتدال والركوع ألا يقصد به غيره،
هذا ضابط لا بد وأن تحفظه. يجب في الركوع والاعتدال والسجود ألا يقصد بهذه الثلاثة غيرها. هب أنه كان راكعا فرأى حشرة يخاف منها فرفع رأسه من ركوعه فزعا من هذه الحشرة، فهل يعتبر هذا الاعتدال وهذا القيام؟ لا، وهو واقف وجد أحد يضربه بطوبة فركع من أجل أن يهرب من الطوبة من الحجر، هل يعتبر هذا الركوع؟ لا، لأنه قصد به أن يهرب. على سبيل المثال، كان واقفا بعد الاعتدال من الركوع ثم سقط إغماء وأفاق مباشرة، أو سقط من غير إغماء، لأن إغماء يبقى ينتقد وضوءه ومش عايزين الإغماء، سقط هكذا على الأرض لابد قصد به غيره، أو سقط مثلا خوفا من شيء يبقى قصد به أي بالسجود غير من قصد به النزول من الاعتدال إلى السجود غير السجود، فيشترط ألا يقصد باعتداله ولا سجوده ولا ركوعه غير السجود والاعتدال والركوع. ويجب في السجود أن يرفع آخرته عن رأسه، بيقول عجيزتيه اللي هي الدبر، يرفع دبره عن رأسه، يبقى دبره مرتفعة ورأسه منخفضة. ثم ذكر أصحابنا في السجود اعتبارات أخرى وواجبات، قال ويجب كشف جبهته، يعني يجب أن يكشف شيئا من جبهته ولا يجوز له أن يغطي كل جبهته حيث لم يكن هناك عذر، ويسن له أن يكشف يديه وأن يكشف رجليه، فلو غطاهما كان ذلك مكروها، لكن الجبهة واجب أن يكشف جزءا من جبهته تباشر الأرض. وذكر هنا مسائل لطيفة، قالوا لا يصح سجوده على جبهته مع وجود حائل، كما قلت لكم أخذ المنديل وضعه فسجد عليه لا يصح، أو أخذ كفه وهكذا وهو يسجد وضع جبهته على كفه وسجد، هذا لا يصح. لا، ده فيها تفصيل كمان. طيب نقرأ هذا التفصيل، قالوا ولا يصح سجوده على جبهته بحائل كورق مثلا، يأخذ ورقة ويضعها هكذا يلصقها على جبهته حتى لا تقابل الأرض، وكانت هذه الورقة تعم الجبهة، ومثل هذا ما لو سجد على متصل به يتحرك بحركته، شيء متصل به يتحرك بحركته، اهي ديت متصلة بي تتحرك بحركتي صح، وانا بسجد اخذتها وسجدت عليها هكذا لا يصح. انتبهوا عشان العلم مهم، لانها جزء مني تتصل بي وتتحرك بحركتي يبقى جزء مني، يبقى انا بسجد على جزء مني، كما لو سجدت على يدي مثلا، ولو سجد على متصل به لا يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويلة، يعني كان له عمامة 4 متر طويلة، وهذه العمامة 4 متر هناك من كان يرتديها قديما، عمامة 7 سماوات إذا مشى بها كانت عاملة زي طبق الدش هكذا تلتقط كل الأقمار الصناعية،
عندك العمامة دي؟ في ناس كده عمامة طويلة، هذه العمامة لها عدبة، يعني لها يعني حاجة زي المؤخرة هكذا طرف، هذا الطرف طويل، قد يكون هذا الطرف من هنا إلى آخر هذه الغرفة، فإذا تحرك هكذا تحرك هكذا لا تتحرك بحركاته، فهب أنه سجد على هذه، قالوا ده طويلة لا تتحرك بحركاته تبقى منفصلة عنه، يجوز السجود عليها. في حاجة بس هنصححها، وكذا لو سجد على نحو منديل بيده يعني لا يؤثر، لأن المنديل ده أو حط منديل على الأرض ثم سجد عليه هذا منفصل لا يؤثر، احنا صلحنا العبارة منفصل لا يؤثر، لأنه لا يعد متصلا به في العرف، ده منديل، خدت منديل ورق هكذا وضعته على الأرض وسجدت عليه، لا ده منفصل مش متصل. لكن هب إن هو منديل وكان هذا المنديل متخيط في الجيب وكان طويل وأنا أخذت وسجدت عليه، لا ده متصل بيا. طيب مال شعرك؟ شعرك حلو، اديني حتة شوية منه. شعرك انت ناعم؟ انا شعري خشن، بص هو كذا شعري. ماذا به؟ شعرك متصل بيك، لابد وان يعني تقابل بعض جبهتك الارض بغير حاجز بغير حائل، لكن هب انك قد نبت شعرك في كل جبهتك انت معذور، أصبحت رجل كلك شعر، جبهتك شعر، مناخيرك شعر، بقك شعر، كلك شعر في شعر، يبقى أنت ابن شعر. ويجب وضع جزء من ركبتيه وباطن كفيه وباطن أصابعه في السجود، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، السبعة الجبهة، اليدين، الركبتين، أصابع القدمين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كما في الحديث، السبعة أعظم جبهة، يدين، ركبتين، أطراف الأصابع، ولذلك قالوا أصحابنا وهذا هو المعتمد وهذا هو المفتى به عندنا خلافا لما ذهب إليه الإمام الرافعي، قالوا ويجب وضع جزء من ركبتيه وباطن كفيه، مش لازم اليد كلها، باطن الكف، جزء من باطن الكف، ومن باطن أصابعه، يبقى لابد أن يكون باطن أصابعه موضوع على الأرض مع شيء من يعني التمكين، بحيث لو كان تحت هذه الأعضاء السبعة قطن لنكبس، مش يلمسها كده بالأرض لمس، لا لابد أن يضغط عليها هكذا، بحيث إنه لو كان تحتها يعني مكت، وهذا المكت كبير لانضغط، كان سميك لانضغط المكت. وأقل السجود أن يضع على الأرض ما يقع عليه الاسم، مش لازم كل الركبة، جزء من الركبة، جزء من الباطن باطن الكف، جزء من أطراف الأصابع، ما ينطلق عليه الاسم. وقالوا أنه يجب أن يتحامل على هذه الأعضاء السبعة، بحيث لو كان تحتها قطن لانكبس هذا القطن. وأكمله أشياء، أكمل السجود أشياء، أن يكبر، ده بقى السجود بقى الكامل الذي معه التكبير ومعه الدعاء ومعه وهكذا، والسجود مما ينبغي أن يهتم المرء بتمامه وكماله، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،
أعني على نفسك بكثرة السجود. لسيدنا رسول الله الذي يقول هذا. قال وأكمله أن يكبر بأن يقول في اعتداله بادئا الله أكبر، يبتدئ التكبير من أول هويه وينتهي به مع وضعه لجبهته على الأرض، يطيل الله أكبر فتنتهي الراء مع نهاية وضع جبهته على الأرض، يبتدئ بالهمزة مع ابتداء هويه وينتهي مع وضع جبهته على الأرض. ده إيه؟ أكمل السجود. ولا يرفع يديه، ما يقولش كده الله، لأنه لا يرفع عند إرادة السجود. وأن يبدأ بوضع ركبتيه، هذا هو المعتمد في هذه الهيئة، أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته بهذا الترتيب. والترتيب بين هذه الأعضاء اللي هو إيه؟ أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، الترتيب بهذه الطريقة مندوب، فلو خالفها كان خلافا للأولى وترك ثوابا عظيما. طب وضع الأنف، قال وضع الأنف على الأرض سنة وليست واجب، لأنه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة، وتذكر كمان مع الجبهة الأنف. فلماذا أخرج علماؤنا الأنف من الأمر بالوجوب؟ قالوا حتى لا يخالف الإجمال التفصيل. إزاي بقى؟ هقول لك إزاي. أنا جاي هنا في هذا الرواق حتى أقول لك كيف ولماذا ولعل. لأنه سيدنا رسول الله قال أمرت أن أسجد على إيه؟ سبعة. السبعة دي مجمل ولا مفصل؟ مجمل، لأنه جمع السبعة هو. ثم قال بعد ذلك الجبهة والأنف. خلي بالك لو هتجعل الجبهة وحدها أدي واحد، والأنف كام؟ اثنين، واليدين أربعة، والركبتين والرجلين ثمانية، يبقى هو سبعة وبعد كده ايه عد ثمانية. ايه ده؟ طب ده الإجمال سبعة خالف العد التفصيلي، لأن عد التفصيلي ثمانية لو جعلنا المناخ الأنف مع ها مع المأمور بوضعها وجوبا. قالوا ولذلك المراد أنه أمر بوضع هذه السبعة التي هي الجبهة، أي وضعا واجبا، وكأن سيدنا رسول الله قال أمرت أن يعني أسجد على سبعة أعظم، وذكر الأنف معها لكن لا لكونها واجبة، وإنما من باب يعني الشيء بالشيء يذكر ممكن. ولذلك قال العلماء السجود إنما يكون على سبعة حتى تكون السبعة مع التفصيل مع السبعة الإجمال، ولو عددنا الأنف لكانت سبعة قدام ثمانية فلا يصح. فوضع الأنف على الأرض ليس واجبا وإنما هو مندوب، وكان أمرت أن أسجد على سبع يعني أمرا واجبا. طيب بعد ذلك قال عشان احنا عندنا لسه، والطمأنينة فيه يعني والطمأنينة كذلك في السجود. وقلنا بأن الطمأنينة عدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ركن من الأركان، حيث قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والطمأنينة كما قلنا لكم عبارة عن سكون بين حركتين، يعني أنا نزلت أو هويت من الاعتدال إلى السجود، هذه حركة، ثم استقرت أعضائي، ثم بعد ذلك قمت من السجود إلى القعود، يبقى دي هاتين حركتين. فالطمأنينة سكون بين حركتين. ثم بعد ذلك قال الجلوس بين السجدتين، وهذا ركن آخر من الأركان، وهو الجلوس بين السجدتين الركن الثاني عشر، 12، حتى ولو كان في صلاة النافلة، يعني صلاة النافلة الجلوس بين السجدتين ركن من الأركان، لأن سيدنا رسول الله أرشد الأعرابي إلى الجلوس ثم أجلس حتى تطمئن جالسا، سواء كان يصلي من اضطجاع، لحتى لو كان بيصلي من اضطجاع قم واسجد واجلس، اجلس أيها المضطجع، يبقى هو هيضطجع فين؟ هو هيضطجع في القراءة. فيجب على ذلك المضطجع أن يقوم حتى يسجد، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية، يبقى مجموع السجدتين ركن واحد، وهو الركن الثاني عشر من أركان الصلاة. ويجب في السجود ألا يقصد به غيره، كما أنه يجب في الجلوس بين السجدتين ألا يقصد به غيره، فلو كان ساجد ورأى عقرب فقام فزعا هكذا جالسا بين السجدتين لم يعتبر هذا الجلوس، لأنه قصد لا لنفسه. وأقل الجلوس أن يستوي جالسا، وهذا لابد منه. يعني إيه يستوي جالسا؟ يعني كان ساجدا ثم بعد ذلك استوى في قعوده، وينبغي عليه أن يطمئن في الجلوس بين السجدتين. يستوي يعني يبقى قائم هكذا. وأكمله الزيادة على قدر الطمأنينة بالدعاء الوارد فيه، يعني مش يطمئن بس في الجلوس بين السجدتين بحيث يعني تستقر أعضاؤه، ولكن يندب في حقه أن يتأنى فيه بحيث يذكر الأدعية والسنن التي وردت في الجلوس بين السجدتين، وعليه ألا يطوله على القدر الوارد في الجلوس بين السجدتين، لأن الجلوس بين السجدتين والركوع والاعتدال أركان قصيرة، لو طولها عامدا بغير الوارد على المعتمد بطلت صلاته. تاني، أقول تاني، الركوع والاعتدال منه والجلوس بين السجدتين أركان قصيرة، لو طولها على القدر الوارد فيها بطلت صلاته. وقد عد علماؤنا تطويل الركن القصير من مبطلات الصلاة. جلس كده بقى بين السجدتين وقعد يفكر، يا ترى الامتحان آخر السنة هيجيبه في ايه، وقعد يراجع، فسبحان الله طال منه الجلوس بين السجدتين بطلت صلاتك، وربنا يستر على امتحاناتك.
والطمأنينة في الجلوس الأخير ركن، وتقدم تعريفها ليه ركن رقم كام؟ الثالث، الثاني عشر، الطمأنينة. طيب، والجلوس الأخير، الجلوس الأخير، طب الجلوس الأخير ده يفهم منه ان في جلوس غير أخير؟ يبقى في جلوس أول وجلوس ثاني، صح؟ لكن يبقى الصلاة التي تشتمل على تشهدين فيها جلوس أول وجلوس ثاني، يبقى في جلوس أخير. طب الصلاة التي هي ركعتان لا يوجد لها إلا جلوس واحد، فكيف يسمى هذا أخير؟ لأن الأخير يفهم منه أن هناك جلوس أول. قالوا الأخير، انتبه، صار علما على ما كان قبل السلام، فنزع من وضعه الأول العربي وصار علما على هذا. كما أنك أتيت إلى شخص وسميته مثلا على سبيل المثال أول وهو مش أول، يبقى صار علما لا علاقة لنا بوضعه الأول. يبقى الجلوس الأخير اسم للجلوس الذي يعقبه السلام، علم على هذا الجلوس. وعلى ذلك بعد أن صار علما على هذا الجلوس صار لا يفهم منه غير أنه علم. أما أنه يفهم منه أنه في جلوس أول في جلوس أخير، هذا قبل أن يصير علم. ممكن أن تسمى سيدا وأنت لست سيدا في القوم، لكن ده علم خلاص ملوش دعوة بالمعنى اللغوي الأول، أخذناه من معناه اللغوي الأول ونزعناه من ذلك المعنى اللغوي وجعلناه علما على ذلك الشخص. سمينا شخص مثلا ناجح وهو كل عام يفشل في الامتحان، ما خلاص صار علما لا علاقة له بالنجاح. إن شاء الله هتنجحوا كلكم بإذن الله. والرابع عشر التشهد، أي في الجلوس الأخير. والتشهد كما يقول علماؤنا اسم للشهادتين، ثم أطلق على التشهد المعروف تحيات، تحيات كلها سميت بالتشهد مع أن التشهد جزء من التحيات، أطلق اسم الجزء على الكل. والتحيات فرضت في السنة الثانية من الهجرة وقيل غير ذلك. وشروط التشهد، والتشهد معلوم، هتجد عندك في ابن قاسم أقل التشهد التحيات لله، الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أقلها. والأقل ده اعتبرنا فيه إيه؟ إن قدر اشتركت فيه كل الروايات، يعني الأقل ده هو أقل ما ورد في روايات الحديث، أقل شيء. وأما الأكمل فالأكمل ما كان ذو ألفاظ كثيرة، ولذلك قال وأكمل التشهد والتحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وذكر سيدنا من كمال التشهد. اوعى ما تسودوش في الصلاة، وإلا يعني نقصت من ثوابك نقصانا عظيما. شروط التشهد رقم واحد، أن يسمع نفسه،
يعني أن يسمع نفسه التشهد حيث كان صحيح السمع ولا شيء في سمعه ولا من حوله لغط، والموالاة فيه يعني ألا يفصل بين كلماته بفصل طويل قياسا على الفاتحة، فلو تخلله غيره لم يعتد به إلا ما ورد في الأكمل. يعني مثلا لو قال التحيات لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الخالق المال، لا ده تخلله غيره بكثير إلا ما ورد في الأكمل. لكن لو إحنا ذكرنا ما ورد في الأكمل، الصلوات الطيبات المبارك ده ورد في الأكمل فلا ضرر فيه، ولا يضر زيادة ياء النداء في أيها النبي السلام عليك يا أيها النبي يا أيها النبي لا بأس، ولا الميم في عليك السلام عليكم لأن الجمع يدل على التعظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم هذه الأمة وأفضلها وأعلاها قدرا وشرفا عند ربه سبحانه وتعالى وأحقها بالسيادة صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الميم في عليك، ولا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا بد من قراءته قاعدا وأنت تجلس، ينبغي عليك أن تقرأ التشهد وأنت جالس إلا إذا كان هناك عذر فالعذر محل تخفيف، وينبغي أن يكون بالعربية عند القدرة عليها. ما تقولش أنا أقرأ التشهد بالملاوي يبقى صلاتك مش عربية، تبقى صلاتك ماليزية. طيب، وعدم الصارف يعني ألا ينوي بقراءة التشهد غير التشهد، أما أرجع التشهد وهو كده قاعد بيصلي، أما رجع التشهد ترجع إيه؟ أصل هو يخش يمتحن فيه في الامتحان، فإذا نوى به غير يعني غيره لا يصح. ومراعاة الحروف والتشديدات كما قلنا في الفاتحة، ويضر إسقاط شدتي إلا الله أشهد أن لا إله إلا، ما يقولش أشهد أن لا، لو قال أشهد أن لا ضر. ليه؟ لأنه لم يشدد ألا، لأن احنا عندنا النون ساكنة وعندنا اللام فهما متقاربين، وإذا كان أول المتقاربين ساكن وجب الإضغام. ألا أشهد أن لا إله إلا الله، لا يقول أن لا إله، خطأ لأنه أسقط الشدة. ألا إله إلا الله، وكذا إسقاط الشدة من محمد رسول الله، ما يقولش محمد رسول الله، لابد أن يقول محمد رسول الله، محمد يضغم يضغم يا علا. ويغتفر هذا للعوام، افرد واحد عمي ما يعرف شيء ولسه بيتعلم، خلاص هذا مسامح به في حق العوام، أما في حق طلبة العلم كأمثالكم فلا يغتفر لأنكم لستم عوام. ولا يشترط ترتيب التشهد حيث لم يلزم تغيير المعنى، لأن التشهد ليس كالفاتحة، الفاتحة قرآن والقرآن نظما وترتيبا معجز، والتشهد ليس كذلك، فلا يشترط فيه الترتيب ما لم يترتب على التغيير، ما لم يترتب على عدم الترتيب تغيير المعنى، فإن غير المعنى ضر. خلصنا المناديل.
طب ازاي هيغير المعنى؟ كأن قال التحيات عليك السلام لله، التحيات لله، المعنى أن التحيات ثابتة لله، التحيات لله تحيات مبتدأ، ولله الجر والمجرور، لفظ الجلالة الجر والمجرور ده متعلق الخبر، التحيات مستقرة أو تستقر لله. فلو قال التحيات عليك، على مين؟ تحيات على الله ولا التحيات ثابتة لله؟ انت بتحييه ولا انت تخبر بثبوت التحية له؟ السلام الله، تغيرت المعنى، ده هي اصلها التحيات لله، السلام عليك ايها النبي. فالتحيات اولا ثابتة كمالا وتماما لرب العالمين، ثم بعد ذلك يثنى بالصلاة على بالسلام على سيد المرسلين، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال والخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، أي في الجلوس الأخير، فيه أي في الجلوس الأخير. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركن من أركان الصلاة في الجلوس الأخير بعد أن يفرغ الإنسان من التشهد. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه، أقل الصلاة أن تقول اللهم صل على محمد، أو اللهم صل على النبي، أو اللهم صل على الرسول، كل هذا من الأقل. والمراد من هذا يعني اللهم أنزل الرحمة المقرونة بالتعظيم على ذلك النبي المعظم الذي أي هيأته وأهلته أن يكون محلا لكمال رحمتك وكمال يعني تعظيمك وإجلالك لأحد من البشر، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا بأنه لا تجب الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير. والدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا فعل أمر، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، وليست هنا قرينة تصرف الوجوب، ولأنه قد أجمع العلماء على أنه لا تجب الصلاة في على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، ولذلك قال الشافعي فتعين أن تكون في الصلاة. والسادس عشر التسليمة الأولى. وأقل التسليم السلام عليكم، السلام عليكم، تعريف السلام لابد منه، وعليكم لابد من وجود كاف الخطاب وميم الجمع. الإمام الباجوري رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن شروط السلام عشرة، وأقله السلام عليكم، فلا يجوز مع إسقاط الألف واللام سلام عليكم، أو السلام عليك مع إزالة ميم الجمع. ولذلك قالوا لا يجوز أن يبدل حرفا بحرف أو يسقط حرفا، وهي ركن من أركان الصلاة ذكرت في الحديث في خبر مسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الإنسان يحرم عليه بالتكبير ما كان حلالا عليه قبل، ويحل له بالتسليم ما كان محرما عليه داخل الصلاة. شروط السلام، ذكر العلماء للسلام شروطا، أولها أن يأتي بالسلام حال كونه قاعدا،
هو قاعدة اهو، يأتي بالسلام من قعود إن كان يصلي قاعدة، يأتي بالسلام. طب ما هو كمان لو مضطجع واستطاع أن يجلس للشاشة يجلس. طيب ثانيا التحلية بأل واللام، السلام السلام، الألف واللام، لا بد من وجود الألف واللام في السلام، ولذلك لا يقوم التنوين مقام الألف واللام، فلا يصح أن يقول سلام عليكم، لأنه لم يذكر في الروايات، ولا يجوز أن يقول سلامي عليكم، يعني أن التنوين لا يقوم مقام ال ولا ياء، المتكلم لا تقوم مقام ال، سلامي عليكم، مع أنها تفيد تعريفا، لأن الأمر مش مفاده التعريف، الأمر مفاده الاتباع، الأمر هنا أمر اتباع. ولا سلام الله عليكم. وقالوا تبطل الصلاة حيث تعمد ذلك، وعلم أن ذلك يبطل الصلاة، ولا بد من وجود كاف الخطاب، يبقى يمسك كده السلام، يبقى لابد من وجود الألف واللام. رقم اتنين امشي كده عليكو، لابد من وجود كاف الخطاب لأنها وردت في السنة، فلا يكفي السلام عليه أو عليهما أو عليهم أو إليهم أو لديهم، كل هذا لا يكفي لأنه خلاف الوارد. ولا بد كذلك من وجود ميم الجمع، عليك ما ينفعش، لابد من وجود ميم الجمع. بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم في سورة الخطاب عليك، لأن غيرت المعنى عليكم، ده أنا بسلم على يعني كل من حولي، من على يميني من الإنس والجن والملك والإمام والمأموم وكل المخلوقات إلى انقطاع الدنيا كما قال العلماء، يبقى أنت غيرت المعنى. وينبغي أن يصل كلمة السلام بعضها مع بعض، السلام عليكم ورحمة الله، فلا يفصل بينها فصلا طويلا، فلو فصل ضر، أو يفصل بينها فصلا قصيرا ناويا به قطع الصلاة، السلام، وينوي بذلك وهو يقف ما بين السلام وعليكم أن يخرج من الصلاة بطلت صلاته. قالوا وأن يأتي بها على التوالي، لا، وصل إحدى الكلمتين بالأخرى، فلو فصل بينهما بكلام هيبطل. يعني إيه؟ السلام، أنا هكلمك كمان شوية في التليفون، عليكم، طب ما أنت وصلت يعني وضعت كلمات أجنبيات بين ثنايا كلمات السلام، فلا صح. أما الموالاة فهو أن يعني لا يفصل بينهما بسكوت طويل، أو يفصل بينهما بسكوت قصير قاصدا به قطع الصلاة. صلحنا المعنى. وأن يكون مستقبلا للقبلة بصدره، يعني وهو يسلم أن يكون مستقبلا بصدره لا بوجهه، لأن وجهه له عمل وله سنة أخرى، أن يكون مستقبلا بصدره للقبلة. فلو تحول بصدره السلام عليكم هكذا، يبقى ايه هذه القبلة، ايه يقول هكذا وهو يقف السلام عليكم ورحمة الله. طب لو عمل كده بطلت، لأن صدره تحول عن القبلة. الله. بخلاف الالتفات بالوجه، فالالتفات بالوجه ناحية اليمين في
التسليمة الأولى سنة، والالتفات في التسليمة الثانية ناحية الشمال سنة. وقالوا بأنه يلتفت يمينا حتى يرى بياض خده، أهو بس صدره ما ينتقلش كده، حتى يرى بياض خده الأيمن، ويلتفت يسارا حتى يرى بياض خده الأيسر. هكذا السنة، وألا يقصد به الخبر فقط، يعني ما يقصدش بالسلام عليكم أن يخبر بالسلام، بل يقصد به مع هذا أن يتحلل من الصلاة. فلو قصد به الإخبار فقط بدون التحلل من الصلاة لما صح، أو ما يقصدش حاجة وخلي نية الصلاة التي بدأت من الأول للآخر هي التي تفيد هذا. وأن يسمع نفسه حيث لا مانع من السمع، لابد أن يأتي بالسلام حيث يسمع نفسه، لازم تسمع نفسك. وأن يكون باللغة العربية حيث كان قادرا عليها، فلو عدل إلى أي لغة أخرى وهو قادر على اللغة العربية لما صح سلامه. ويجوز أن يقول والسلام عليكم بواو العطف، قالوا لأنه قد تقدم ما يصلح للعطف عليها، لأن قبل السلام كان بيقرأ وكان بيتشهد وكان وكان وكان، فيصلح أن يكون ما قبلها معطوف، وما بعدها ما بعدها يكون معطوفا على ما قبلها، ما فيش مانع. لكن لو قال والله أكبر قالوا لا يصح، لأنه لم يتقدم ما يصلح للعطف عليه فيغير المعنى. ولا يشترط ترتيب كلمتي السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ما يشترطش هذا الترتيب حيث لم يخل التغيير بالمعنى. ليه؟ قالوا لأن المراد من السلام إيه؟ المراد من السلام هو أن تظهر الأمان والطمأنينة، فلو قال ورحمة الله السلام عليكم خلاص، طب ما هو السلام يعني الطمأنينة ثابتة، يبقى معناها إيه؟ الأمان عليكم، كأنني أقول لمن حولي الأمان عليكم، أنتم آمنون وأنا آمن، فالأمان عليكم جميعا والطمأنينة عليكم جميعا، هذا معنى السلام، خلافا لمن قال خلاف هذا. ويسن أن يجعل ذلك في تلقاء وجهه، يعني أن يبدأ بالسلام في تلقاء وجهه ثم بعد ذلك ينحني وهو يسلم إلى أن يرى بياض خده وهو أيضا يسلم، ثم بعد ذلك يرجع خاتما السلام بمواجهته للقبلة. هيبتدئ السلام، السلام مع أول التحرك، ويظل يمد السلام عليكم إلى أن يلاقي القبلة بوجهه مرة ثانية، ويفعل باليسار هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. هنا بقى في مسائل متعلقة بالسلام، أصلا عندي أمانة علمية، يعني إذا كان عندي أشياء تهم التهم طالب العلم لابد أن أنا أنقلها. ولا يندب هنا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يأتي بكلمة وبركاته على المعتمد من خلاف كبير. ذكر الإمام تقي الدين السبكي أن فيها ثلاثة آراء، قيل هي مسنونة، قيل ليست بمسنونة مطلقا، قيل مسنونة في السلام الأول، في السلام الأول، غير مسنونة في السلام الثاني، لكن الراجح أنها ليست مسنونة مطلقا هي وبركاته، فلا تأتي بها، وكذلك لا تأتي بها في صلاة الجنازة،
لأنها ليست مسنونة في صلاة الجنازة لبناء صلاة الجنازة على التخفيف. ويسن للمأموم ألا يسلم حتى ينتهي الإمام من تسليمتيه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وينوي وهو يسلم، يسن له أن ينوي ويقول السلام عليكم، أن يعني يسلم على يعني من عن يمينه من الإمام والمأموم والإنس والجن والحجر والمضر إلى آخره، وكذلك عن يساره يفعل هذا. طيب ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام. طب بالنسبة للمأموم بيرد السلام على الإمام، يبقى ينوي بقلبه أن يرد السلام على الإمام. ويصن أن يفصل بين التسليمتين بسكتة، السلام عليكم ورحمة الله، ويسكت سكتة لطيف ثم يأتي بالثانية، يعني لا يصل بينهما. فلو وصل بينهما كان ذلك خلافا للأولى. ونية الخروج من الصلاة 18، الحمد لله. يبقى السلام عليكم دي 17، لا 17، نية الخروج من الصلاة دي 17. وهذا وجه مرجوح، هي ركن من الأركان على قول مرجوح في مذهبنا. وجه هذا القول أنه يقيس نية الخروج من الصلاة في السلام على نية الدخول في الصلاة التي في التكبير. قال تجب نية الخروج من الصلاة في السلام لأنه ذكر واجب، كما تجب نية الدخول في الصلاة في تكبيرة الإحرام مع أن تكبيرة الإحرام ذكر واجب، لكن تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة والسلام في نهاية الصلاة، فقاس النهاية على البداية. انظر، في أول الصلاة ذكر واجب، في آخر الصلاة ذكر واجب، في أول الصلاة ذكر واجب قورن بالنية، ينبغي كذلك أن يكون في آخر الصلاة ذكر واجب مقرون بالنية. يبقى قاس النهاية على البداية بجامع أن كل منهما ذكر واجب موجود معه النية. القائل بالراجح قاس الخروج من الصلاة على سائر العبادات، قال الصيام لا يجب في الخروج منه أن ننوي نية الخروج من الصيام، الحج كذلك، بقية العبادات كذلك، فقاس الصلاة على بقية العبادات. وأيضا قال إن النية في بداية الأفعال تليق بالبدايات ولا تليق بالنهايات، ولأن النية تشمل الصلاة من أولها إلى السلام منسحبة على الصلاة كلها، فلا يحتاج السلام إلى نية خاصة لأن نية الصلاة قد شملته. طيب تفريع على المرجوح، العلماء أيضا بنوا لنا عقول حتى وإن كان ذلك مرجوحا إلا أنهم تعاملوا معه، كيف نفرع عليه؟ فهذه هي العقلية التفريعية التي تحاول أن تبني الأشياء على أصولها وأن تلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. قال يجب قرنها على ذلك المرجوح بكل التسليمة الأولى، يجب أن يقرن النية نية الخروج بكل السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وهو يقول هذا يجب أن ينوي بقلبه من أول السلام إلى آخره الخروج من الصلاة.
فلو تقدمت نية الخروج من الصلاة على السلام بطلت صلاته، وكذلك لو تأخرت بطلت صلاته. وعلى الراجح لا تبطل، ومع القول بالراجح وهو أنه يعني أن نية الخروج من الصلاة ليست ركنا من الأركان، أيضا يسن الإتيان بها خروجا من خلاف من قال بوجوبها، لأن الخروج من الخلاف مستحب. والثامن عشر الترتيب على ما ذكرناه حتى بين التشهد الأخير والصلاة على سيدنا رسول الله، يعني أن يأتي بالتحيات ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على سيدنا رسول الله. فلو قدم الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على التحيات لما صح ذلك، واجب عليه أن يعيد، أن يعيد يعني مش يعيد، يعيد يأتي بالتحية أولا ثم بعد ذلك بالصلاة. هذا آخر الأركان. وهذا الآخر في كلام دقيق أوي في الفقه، إيش هو الترتيب؟ قالوا الترتيب فعل من الأفعال على التحقيق. ليه؟ قالوا لأنه جعل السلام أولا، جعل التكبير أولا وقرن النية به، ثم بعد ذلك جعل الفاتحة في القيام، ثم بعد ذلك جعل الركوع بعد القيام، ثم جعل الاعتدال بعد الركوع. هذا الجعل فعل من الأفعال، ومدام إنه فعل من الأفعال يبقى فعل وجودي، ومدام إنه فعل وجودي يبقى جزء من الأجزاء، لأن الجزء هو أمر وجودي، والترتيب جعل هذه الأجزاء في مواطنها على هذا النحو، وعلى هذا فهي فعل من الأفعال. وإذا كانت فعلا تكون جزءا، لأن الجزء شيء وجودي والفعل شيء موجود. وتبطل الصلاة إن قدم ركنا فعليا على فعلي آخر حيث كان عالما عامدا مختارا، يعني قرأ الفاتحة ثم سجد ثم بعد ذلك ركع، بطلت صلاته لأنه لم يرتب. فإذا قدم ركن فعلي على ركن فعلي وهو يعلم وهو قاصد بطلت صلاته. أما إذا كان يعني ناسيا، فإذا يعني قرأ الفاتحة ثم جلس سجد، فإن تذكر وهو ساجد وجب عليه أن يقف فورا، لكن لو ظل ناسيا إلى أن قام فقرأ الفاتحة فركع، كان هذا الركوع هو الركوع المقصود في الأول، فما بين قراءته وركوعه ملغي، يعني السجود السجدتين مع القيام مع قراء الفتحة كل ذلك ملغى. طيب هذا آخر الأركان. ويستثنى من وجوب الترتيب مقارنة النية بالتكبير، لأن ما فيش ترتيب بقى، ده في مقارنة. المقارنة الترتيب يعني شيء وبعده شيء، وهذا من المستثنات. وأيضا يستثنى من الترتيب هو جعل الصلاة جعل التشهد والصلاة على سيدنا رسول الله مع الجلوس، وعلى المرجوح جعل نية الخروج مع السلام أيضا مستثنى من الترتيب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على سنن الصلاة التي في داخلها والتي في خارجها.